بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله الكنافة بالكريمة. عندنا دول اقل من نص كيلو، يعني حوالي 350 جرام. هنقطعهم صغير جدا على قد ما نقدر، وهنضيف على الكنافة 4 معالق كبار سمنة سايحة. هنقلبها كويس مع السمنة لحد ما كلها تشرب السمنة كويس قوي. وبعد كده عندنا صاج مربع مقاس 30 في 30، دهنينه بالسمنة كويس. وهنبدأ نحط الكنافة بالشكل ده كده، نوزعها فيه. خلاص كده وزعنا الكنافة في الصاج كويس، هنبدأ نضغطها بإيدينا كويس جدا. وهنسخن الفرن على درجة حرارة 180 وهندخلها على الرف الأوسط. خلاص الكنافة خرجت معانا من الفرن بعد حوالي 25 دقيقة، وهنديها شربات بارد تقيل، نص كوباية بس، وهنسيبها لحد ما تبرد. بعد كده هنقطع كنافة 3 قطع متساوية بالشكل ده. وبعد كده هنقطع كل قطعة طويلة قطعناها قطع متساوي. بعد كده هناخد قطعة من الكنافة، وعندنا كريمة بودر هنحط عليها. بالشكل ده كده، وهنحط قطعة تانية فوقيها وهنضغط ضغطة خفيفة ونعمل أي شكل فوقيها، وهنحط فيها لوزاي أو أي نوع مكسرات. وخلاص كده خلصت معانا. جربوها وإن شاء الله تعجبكم.